2021 2022. نحن في انتظار ضربة البداية وستكون لفريق الأهلي. نشاهد اللاعب أمين سلتو ينتظر في صافرة بداية هذا اللقاء. وعلى كل حال نتمنى أن نكون موفقين في هذا المساء. حركة يلف يبحث عن المساندة. عبد السلام حركة سالتو يفضل رجع الكرة الخلف تسديدة ولكن بعيدة هذه الكرة. نقل الكرة فرصة تسديد على المرمى كرة ملعوبة خطيرة هذه الكرة. تسديدة كانت بشكل رائع ولكن لسوء الطالع مرت بجوار القائم الأيسر وغادر أرضية الملعب عن طريق اللاعب أحمد القديري. مطلوب بين الفينة والأخرى التسديد على كلا المرميين. قد نرى أهداف غاية في الروعة. يمر الكرة في وسط الملعب. فرصة نقل كرة صالح الطهر. فرصة تقدم فرصة تسديد على المرمى ولكن حارس المرمى أحمد أبو الأشهر يلتقط هذه الكرة. حرة نشنوش يبدي بملاحظاته للسد الثغرات اللي قد تجعل من الكرة تشكل خطورة. كرة تحت الدربكة وتعود من جديد بالمر. يفضل رجع الكرة للخلف. دخول قوي بعض الشيء وضربة حرة لمصلحة فريق الأهلي. الدقيقة القادمة أن تتواصل المباراة في كنف الروح الرياضية العالية من لاعبي كلا الفريقين. على كل حال نشاهد الإعادة والدخول اللي كان فيه شيء من القوة. من جديد لعبد السلام حركة. عبد السلام صالح الطاهر يستخلص كرة. فرصة لعب الكرة بالعرض. من يتابع هذه الكرة؟ بعيدة كل البعد. التسديدة والكرة آلت إلى ركلة مرمى. يطلب من لاعبي الاقتراب يسلم كرة لعكاشة. عكاشة يغير اتجاه الكرة تماما. صالح الطاهر يلعب كرة بضربة رأس والكرة تعلو العارضة لتغادر أرضية الملعب. بعض الأحيان يكون التحسر عليها من قبل اللاعبين وارد. كرة ملعوبة مرة أخرى. أنيس سلتو يتوغل من الجهة اليمنى مرة أخرى. فرصة لعب الكرة بالعرض أو فرصة المراوغة. فرصة لعب الكرة يبحث عن المساندة. من يساند؟ يلعب كرة بالعرض. من يتابع هذه الكرة؟ بحركة ازدواجية وخطيرة هذه الكرة. والآخر يتابع بضربة رأس. عبد السلام حركة يستقبل كرة بالصدر. كرة تعود من جديد. طاهر صالح أيوب يمر الكرة. محمد الفقيه. محمد فرصة فتح اللعب. يفتح اللعب بالفعل. يسلم كرة. قديري ينقل كرة. من يتابع هذه الكرة؟ هناك متابعة. عرفي يفتح اللعب من جديد. يسلم كرة. شريف يعود بالكرة من جديد. فرصة لعب الكرة بالعرض. من يتابع؟ فرصة توغل. فرصة لعب الكرة بالعرض. الكرة تصل وركلة جزاء. إذا ركلة جزاء لمصلحة فريق الأهلي. نشاهد الإعادة من زاوية أخرى. نشاهد توغل الشريف والدخول وهناك البقرمي. بالفعل هناك لمسة يد من معتصم البقرمي اللي كان حاول متابعة هذه الكرة. ونشاهد الازدواجية اللي كانت بشكل رائع. لو أتت هدف حتما سيكون من الأهداف اللي غاية في الروعة. على مد القديري. إذا القديري في حوار مع حارس المرمى انتظار تنفيذ ركلة الجزاء. أحمد القديري. تألق حارس المرمى أحمد أبو الأشهر يكون موجود ويستلم أو يبعد هذه الكرة. إذا أحي كرة. فرصة توغل. فرصة تزيع المرمى. هناك متابعة. هناك دربكة. هناك متابعة. كرة تصطدم بأحد اللاعبين وتعود من جديد. والحكم يرى هناك أن الكرة لمصلحة فريق الشط. كرة ملعوبة. من يتابع هذه الكرة؟ تعود الكرة من جديد. التغطية الدفاعية. استقبال الكرة بالصدر. شريف فرصة تقدم. فرصة توغل. فرصة لعب الكرة. فرصة الهدف. التغطية الدفاعية كانت موجودة بشكل رائع. جانبية رغم المحاولة اللي كانت عن طريق اللاعب عبد الرحمن الحرم. نشاهد الإعادة من زاوية أخرى. نشاهد لاعب الكرة اللي كان عن طريق سلتو. سلتو حاول لعب الكرة بشيء من الهدوء. تعود الكرة. نور الدين القليب. نور الدين شريف يلعب كرة عالية والكرة تعلو العارضة وتغادر أرضية الملعب. ركلة مرمى. الكرة تعود مرة أخرى. كرة تحت دربك. من يتابع هذه الكرة؟ حارس المرمى أحمد أبو الأشهر أقرب من الجميع لاستلام هذه الكرة. كرة ملعوبة وخطيرة هذه الكرة. كرة تحت دربك وهناك متابعة والكرة تعود من جديد لمصلحة فريق الشط في هذه اللحظة. عرقلة وخطأ. اندفاع بدني على كل حال وهناك خطأ نرى. حارس المرمى وهناك صافرة وخطأ وضربة حرة. على كل حال اللقاء ونشاهد الإعادة من زاوية أخرى. ونشاهد صالح الطاهر ومحاولة الارتقاء اللي كان في حوار في هذه الآونة. حكم اللقاء مصطفى الدرسي بيطلق صافرته منهن زمن هذا اللقاء.